إنسان على الأرض أول ما ابتدى. آخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان ضعف الموت يا إنسان ذل يا إنسان على الموربتا إنسان جبنا وجرئتا يبقى هو الإنسان. بصفك وينص ويكون لك أو لا يكون إنسان. أنا شريك مغربي. هلا عمي، أي الحين في المستشفى؟ طيب. الله. عفوا أنت أم علي؟ أقصد زوجة الأخ شداد؟ أيوه. خير، إيش فيه؟ أنا شريكة في المكتب العقاري. أنا ملاحظ من فترة إنه هو بعافية شوية. وبعد الله يهديه ما راح مال نفسه بالشراب، أقصد بالشغل. ترى أنا مثل أخوه، إذا تريدين أساعدك بشيء.
يا أخي ما أريد منك شيء، خليني في حالي، خليني. يا الله. في محلاتنا ما نعرف كلمة محل. على طول وبكل بساطة إذا كان المنتج ما متوفر إحنا نسأل توفير. هذه شغل. فأي خدمة ثانية؟ مشكور. يلا جزاك الله خير أخوي، أحسنت، مشكور. والله يحفظك إن شاء الله مخاطر الطريق. درب السلامة إن شاء الله. حياك. حسيناك شوية وتوصل الزبون للبيت. والله إذا وصل كان هذا المعنى فأكيد إنه وصل للزبون. وفوق هذا بيرجع ويشتري مرة ثانية من المحل. وأزيد كان الشعر بيت إنه بيروح يروج للمحل عند الناس الثانية. اللي سمعك يقول إن المحل ما كان يشتغل غير لما شرفت حضرتك. والله الأهم إني أسمع بإنه المحل صار يشتغل أكثر أول ما جيت. بقول كان شيء. تعرفن وش ينقصنا نحن الشباب مثل هذه الأعمال؟ ينقصنا بإن نبتكر في أعمالنا وإن نمارس أسلوبنا القريب من الناس ونحببهم للمكان بكل صدق وبدون أي تعب. يلا الحين نرجع لشغلنا يلا. على فكرة غداك اليوم على حسابي. يلا نأخذ لنا أجر بيكن. للأسف إن مصاب التهاب رئوي حاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معناه إنه دخل مرحلة متقدمة من مرضه الأساسي. طيب. كيف حالته الحين؟ بيظل يتعالج في المستشفى على اساس انه عنده التهاب رئوي. اكد على زميلك الدكتور المعالج نواف باهميه السريه. طمن الدكتور خالد مكتفي ان زوجته رضيه تعرف طبيعه مرضه. الانسان سبب همه. صحيح. ما غلط اللي قال هذه المقوله. مجرد نزوه وشهوانيه للحظات ممكن تكلف الإنسان عمره كامل. وين الخلل إذن؟ إذا كان فينا السمع والبصر والعقل اللي يميز الطيب من الخبيث، ليش نتجاهل حواسنا وتميزنا ونصر على الخطأ؟ طبيعة الإنسان يحب المغامرة والجرأة. نعم، يجرب يتعامل مع المجهول. والإنسان يا ولدي ما في أجهل منه لنفسه وإمكانياته. هذا معناه العيب فينا نحن من البشر. تضيع الحيرة يا عمي لما نتذكر أنه في النهاية بشر وهو في النهاية إنسان. راحوا كلهم ولا بعده في حد؟ لا كلهم راحوا. المهم أنك ترتاح الحين. والدكتور طمني عليك اليوم وقال له مجرد التهاب. أنا أعرف أن حالتي بدأت تسوء يوم بعد يوم، وكل ما أتعالج من شيء يطلع لي مرض ثاني. لا تزيد همك هم، وخلينا نعيش الحياة بلحظاتها. خلي أملك في الله كبير، رحمته واسعة وفضله عظيم. رضية، حسيتي أنهم عرفوا شيء عن مرضي؟ لا أبداً. كل اللي يعرفوه انك مصاب بالتهاب رئوي. اطمن؟ انا كنت اشوف على عيونهم وخايف انهم يكونوا عرفوا. لو عرفوا كيف بيتعاملوا معي، لو عرفوا كيف بيستحملوني، بيستحملوني المدى. ساعتها افكر كيف بيشوفوا علي. نظرت اشمئزاز ولا شفقة؟ Thank you.
منصور؟ عليك بالنور، وأنا ما بأخذ من وقتك كثير، بس شيء بسيط. خلا خلا تحرك تحرك تحرك. أنت ما سمعت عمي ماجد إيش قالك آخر مرة؟ أنا هذه المرة ما جاي حال عمك ماجد، أنا هالمرة متعني علشانك أنت يا سعد بن ناصر. يلا خلا تحرك بالسيارة، وفي الطريق بكلمك عن كل شيء. ولا خايف؟ أنا أخاف منك أنت؟ الظاهر أنك أنت ما عرفتني زين. أنا عرف أبوك وعرف عمك مبارك، مبارك ذاك الرجل الشجاع اللي أنت تشبه في كل شيء، لكنك ما تعرف عنه شيء. فاهم ولا لا؟ زين ما بتطلع حسن عن غيرك. أنا كيف أعطيتك كل هذا الوقت علشان يكذب علي بالتفاهات اللي قالها؟ كيف؟ إني صدق إن عمي ماجد يسوي كل اللي قاله. كيف وأبوي طول عمره يعزه ويقدره؟ كيف وهو اللي تكفل بإعالتنا كل هذه السنين؟ أكيد كل اللي قاله تلفيق. نعم تلفيق، لأن عمي ماجد طرد آخر مرة. هذه النوعية ما همها إلا إثارة المشاكل، لأن ما عندهم شيء يخصهم. مجنون، يظن إني بصدقه، لكن أنا بهدلته في الشارع. زين سويت لي. أنا عارف إني عطلتك عن شغلي، بس أعذرني، كنت محتاج أتكلم معك. وأنا لما تضيق الدنيا بوجهي، من لي غيرك؟ بس هذا اليومين مشغولين محارج جدال. صح، والعم مشغول عليه كثير. بس أنا طمنته، وإن شاء الله بخير. إن شاء الله. هذا العم يريدني، أنا بخليك تشرب. نواف، ما له داعي تخبر العم عن سالفة مسلم. وأنا كنت أريد أقول كذا، الأحسن إنه ما يعرف لأنه ما نعرف. يلا مع السلامة. على خير. لو حبيت نحن ممكن نكمل كلامنا في وقت تاني، تكون فكرت فيه واتخذت قرارك. لا يا ابو الفضل، انا عند قراري، بس انت اجل سالفة الدعوة شوية، اريد اطمن على شداد وما اخبي عليك، خايف يصير شيء لواحد.
عارف إحساسك تماماً، لكن أنت ذاتك قلت الدعوة دي هي طريقة الوصول، بدونها يا ماجد ما بتقدر، خصوصاً إن أولاده معهم. أنا عارف، وهذا اللي مخليني أصبر، أصبر على أمل إنه في شيء جديد يصير حتى أتقرب من أختي وعد. بصراحة كان عندي حاجة كنت عايز أقولها لك، لكن خايف من زعلك. شيء عن وعد؟ لا 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 لا، الله يحفظها. هي عندها عذرة على موقفها منك، لكن تقصد راشد؟ بصراحة أنا مستغرب من نكران لجميلك، هو كان أبو الفضل. رجاء كله ولا هذا الكلام، سبق وخبرتكم جميعا إنه ما يعجبني. كالعادة أنت فصل وأنا بلبس. أريد أوصل هدية متواضعة لأخوي زايد، وأريدك توصلها بطريقة مناسبة بدون ما حد يحس. أريد أذكره بشيء إذا يتذكره، أريد أنشط ذاكرته وأعرف إذا بعده يعتمد عليها. إذا كان هو ناسي فلازم يعرف إني ما نسيت. يعني كيف؟ لمتى بتظلوا كذا؟ حالة التفكير والتردد هذه بتطول معكم؟ اللي يطلبه صعب علينا يا زايد، واللي يطلبه هو أصعب. ردي. أصعب، لكن الأكيد في حل ثاني. في، وأنا قلت لك عليه، بس أنت قلتي لا. وبعدني أقول لا، كيف يعني؟ يا بالسيف يا بالسكين؟ طيب، إيش رأيك نتكلم معه؟ يعني نسوي مثل ما أسوي الأولاد؟ أنا ما برد عليك، وبخليها هي ترد عليك يا راشد، ولو إني عارف ردها. تكلموا معه أنتو، أما أنا مستحيل. خلاص، نتكلم معنا وأنت يا سعيد. ها، إيش قلت؟ الله يهديك بس، شو الرأي؟ تقدر تقول لي ايش رد على الاولاد لما راحوا يطلبوا منه يبتعد؟ ها؟ مالك ساكت؟ قال لهم انا ما جيت عشان ارجع. زين، قول لنفسك وايش تتوقع يعني بيرد علي وعليك؟ ما ادري، بس انا اشوف ان هذا الانسب الحين. زين، أنا وعندي أسبابي اللي تخليني ما أقدر أشوف وجهه، لكن أنت يا زايد إيش اللي منعك؟ يكفي إنه كان يسمع كلامك قبل لا يسوي اللي سواه، ليش ما تكلمه؟ أكلمه أقول له إيش يا وعد؟ تريدون أروح أقول له إنه مالك شيء عندنا وهو بيرضى وبيروح وين ما كان؟ ولا تريدون أروح أجبره إنه يسحب الدعوة اللي مقدمنها ضدنا في المحكمة بحجة إن ما نريده معنا؟ انتوا ايش تفكروا؟ عقدتها وحنا ندورلها على حل. انا ما عقدت شيء، الاكيد انكم انتوا اللي مترددين والحل بديكم. اذكركم والاخر مرة، يا انكم تشهدوا وتكذبوا الدعاءة، يا انكم تعطوا الخيط والمخيط، وغير هذا الكلام ما عندي. عمي، مفاجأة. وأحلى مفاجأة. سعد، تعال شوف من زمانك. كنت اتصلت وأنا بنفسي أجي أخذك. أنتوا ليش تحسسوني يا أولادي
نعمكم ماجد خلاص شيق. الله يعطيك الصحة والعافية. الظاهر نبى نودع في المليون. جاي جاي. تفضل يا عم. شكرا يا ولدي. إذا كنتوا ناويين تروحوا السينما ولا شيء أنا بروح. إيش فيلم وإيش سينما؟ أصلا أي فيلم بوجودك يتأجل. أو إنك تدخله معانا. أساسا أنت اللي حببتنا بالسينما. والله فكرة، إيش رأيك تروح معنا؟ لا لا، خلوها يوم ثاني. ولا تغيروا جدولكم علشاني أنا. أساسا نحن ما نصدق نجلس معاك، بعيد عن الشغل والمشاغل. ولا إيش رأيكم؟ نسهر الليلة هنا مع بعض. إيش رأيكم؟ أبات هنا مرة واحدة. والله يا ليت. سؤال دائما يجي في بالي وتردد أسألك إياه. لا 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 لا، كله ولا تردد. اسأل وانت مطمن يا ولدي. أقول ليش لحد اليوم ما تزوجت؟ أنا آسف، ما قصدت إذا كان سؤالي زعجك. ما في داعي للاعتذار يا ولدي، وبجاوبك. أنا تزوجت مرتين. أيوة مرتين، وكل مرة بظروفها. لكن قبل الزواج كانت مرحلة الاغتراب أو الهروب. سيدي دربنا الخيال إما يكون صادق حنون. تعال يا ولدي، تعال تريق. تعال، أكيد إنك جوعان، صار لك يوم كامل وإنت نايم. أنا صار لي يوم كامل نايم؟ وين الشنطة اللي كانت معي؟ تعال يا ولد، تعال تريق. شوي شوي يا ولدي، شوي شوي، الأكل ما بيطير. أنت اللي دعمتني بسيارتك؟ إي نعم، أنا اللي دعمتك بسيارتي. والله قدر، الحمد لله إنك بخير. أنا وديتك الدكتور أمس وطمنوني عليك وقالوا انك بخير. هذه فيها كل اغراضي. طمن يا ولدي، ما حد فتحها. الحمد لله. الظاهر انك غريب يا ولدي. الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين. أنا أريد أسافر برا بس ما أعرف كيف. على وين ناوي؟ أي مكان، أي مكان بعيد من هنا. أنت شكلك وراك سالفة طويلة. أقول لك؟ خلاص كمل سالفتك في الطريق. زين، تفضل. احرص يا ولدي، أنت مثل ولدنا حمد، وأكيد لك أم، وهذا يسد يا ولدي. خلي بالك على نفسك، وحاول لا تتأخر على أهلك اللي تركتهم. أكيد حد منهم ينتظرك ويحاتيك ترجع. الله معاك. تعرف يا ولدي، طلب العلم زين، لكن الغربة صعبة ومرة، وخصوصا واحد مثل سنك. يعني أقول لك بعدنا مطولين في الطريق. كل طريق ولا نهاية يا ولدي، لكن ما حد يعرف نهاية طريق الإنسان نفسه. أقدر أطمن أنك بتساعدنا أسافر برا؟ المشكلة أنك بتسافر بلاد أجنبية. لا تقول لي ما حد سواها قبلي. إذا ما تقدر نزلني المكان اللي يسافروا منه، وأنا بتصرف.
انت تبغى تسافر بحر ولا بر ولا جو؟ جو جو احسن. صحيح جو احسن لكنها اصعب، وخصوصا الواحد مثلك ما عارف وش يسوي وين يصير. انا طالب علم، قلت لك اريد اتعلم. بس انا ما مصدق لك. ما عليه، تعرف انك محظوظ. انا اعرف جماعه يشتغلوا في شركه نفط، من يعرف يمكن بتطير معهم. ممكن اسالك سؤال؟ ايش اللي يخليك تساعد؟ انت عمرك ما ساعدت حد؟ Husband doing here alone? Margarita, darling, why are you out of bed? First of all, I miss you. And then I miss books. I haven't read a book for a long time. And what do I do every night? What are you going to read to me tonight? A book about the history of Arab Gulf people. You know, if I weren't sick, I would have come with you to your country and live there. Who knows, darling? Maybe that could happen one day. Come on, Majid. Tell me the truth. What did the doctor say? How much time do I still have? Why do you insist in upsetting me by saying stuff like that? Margarita, I told you before, death is in the hands of God, and only God knows everything. Nobody deserves more than you do what I own. Especially the bookshop. كتبت لك كل أملاكها؟ 3,020,000 دولار إضافة إلى المكتبة. تأثرت بوفاتها؟ أقصد أنك تعلقت فيها؟ أقصد أنك... بقول لك، لأني فاهم إيش بغيت تسمع. مارغريت كانت زوجتي، ورغم فرق السن اللي طبعاً أنا ما حسيت به، إلا أنها كانت الأنسب لأكثر من سبب. معها وعندها حصلت العقل والحكمة وطريقة التعامل مع الناس والعلوم. تعلمت منها كيف أقدر بسهولة أتصرف في الكثير من الأمور. كان عندها حنان ما يعادله إلا حنان وعد. قريبها اللي ساعدك تسافر أخذ نصيبه من الورث؟ الأكيد أنها تركت له شيء. هو وزوجته الأكيد أنهم ما توقفوا عن تهديدي لحد ما بعت لهم المكتبة بالنصف قيمتها. وبعدهم ظلوا يضايقوني بحكم أني أجنبي، وأنا ما بغيت أدخل في أي مشاكل لأني غريب. يعني الزوجة الأولى كانت تعني الحكمة والمعرفة والحنان. ما بقى إلا نعرف قصة زواجك الثاني. زوجتي الثانية كانت دلال. أظني يكفي هذا الفيلم اللي سمعته اليوم. خير عمي؟ في شيء؟ حاسب تعب ولا شيء؟ لا يا ولدي، طمن. بس تذكرت مشوار لازم اسويه. يلا، اخليكم على خير. لا
انسى انا احبك واكرهه انسى انا اعرفه اقطع ما انسى انا اخبر سامح انسى انا عاتب واجرحه انسى انا عاتب واجرحه ليش هذا الابتسام؟ قيصر تغيرت كثير، حتى ابتسامتي حالك تريد لها سبب؟ وانا صمتك الدائم ما سالتك عنه. صدقيني انا ما عندي شيء اقوله، علشان كذا ساكت. الا معي انا يا قيصر، لا تكون ساكت. كنت تصطنع الكلام لما نكون مع بعض، كنت تغازلني وانا زوجتك، ليش الحين لا؟ ما اقدر، يعني اللي صار واللي يصير واللي بيصير خليني اغازلك؟ شفت ردك هذا ياكد كلامي انك تغيرت وبسرعه بعد. انا هذه طبيعتي وهذه شخصيتي وهذه ملامحها، والتغيير المفاجئ ممكن يكون بسبب ولا بدونه. أنا غلطانة حابة أكون معك في كل الحالات، وإذا هذا اللي تريده حاضر وتحت أمرك. ما أقدر أرقوش، لا عذريني، بس أنا انصدمت من إنسان حسيت القدوة لي والأول مرة. عمي ماجد، بس أنت رفضت سمعه للآخر. رفضت أسمعه لأني متأكد أنه هو يقدر يقنعني، وما أريد أنصدم فيه مرة ثانية. ليش؟ ليش ما كان صريح معي من البداية؟ هو اللي ينادي بالصراحة، وليش استخدم اسلوب السرية والغموض مع ابوي؟ وهو اللي ينادي بالمواجهة والوضوح، ليش؟ طيب حبيبي، ليش ما سألته؟ كان ممكن تحصل عنده اجابات لأسئلتك. انا متأكد اني بحصل اجابات على اسئلتي، بس المشكلة هل ممكن اني اصدقها ولا لا؟ قيصر، انا رايح المستشفى ازور شداد، بتجي معي؟ اقول رضية، ماله شداد؟ وليش حاطينه في غرفة الوحدة؟ كأن لا قدر الله ولا سمح الله إن في مرض معدي. يا الله، فضولها بيفضحني هذه. ما هذه غرفة خاصة، وما أي حد يقدر على مصاريفها. وبعدين إيش تريد الناس يقولوا عنك؟ عني أنا؟ وإيش يقولوا عني؟ أنا إيش دخلني وإيش يخصني بالموضوع؟ كيف إيش يخصك ما؟ يعني خذيها بالعقل، لو مرت واحدة من زوجات رجال الأعمال صديقاتك اللي يعرفوك وشافة زوج بنتك في غرفة عادية، عاد سمعيها ايش تقول. هذا نعيمة اللي تقول عندنا وعندنا والخير في عائلتنا، وهم بخلانين على زوج بنتهم بغرفة خاصة. اي والله، كيف فاتتني هذه. خلاص اطمني، من بعد اليوم كلهم راح يعرفون انه في غرفة خاصة. لا ارجوش، لا تقولي لحد. ليش؟ خلي الناس تعرف. يا الله، هذا ايش اقول لها الحين؟ ما شداد كثرة زيارات بالضرة، فأرجوش ما تخبري حد. أقول رضية، المرض اللي كلمتيني عنه الرئوي هذا معدي؟ يا ربي تصدقي عاد، هذا السؤال الوحيد اللي نسيت أسأل فيه الدكتور. إيش؟ عقب سامحوني، أنا مروحة عنكم، ما تشوف شر. مع السلامة. مع السلامة. مسكين أمي عليتها. شداد 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 عين البكاء حزن وفرح يمشي عم ودنيتا يبطش دم روخوتا. مالكم تشوفوا علي كذاب؟ أخاف اللقمة تطبق لي وأغص من عيونكم. سلامتك من الغصة إن شاء الله، هنا وصحة وعافية. ما شاء الله عليك، أنت تتعب وتشقى ليل ونهار، لازم تأكل. أنا جالس أتكلم. إيش فيك يا راشد؟ ما أخفى عليكم، بدي تقلق لمرض شداد هذه المرة، ما أعرف ليش. طمن يا راشد،
رضية قالت لي إنه بخير وبيطلع قريب من المستشفى. ما ظنيتي يا وعي، أنا زرت المستشفى وشفته. الحمد لله رب العالمين. يعني لازم هالكلام قدام راشد؟ أنا ما قلت شيء غلط، هو تعبان. تعبان؟ بس لو ما ذاك اللي شربه. الحمد لله. الله يرحم أيام زمان يا زايد، نسيت نفسك ويا المنحوس؟ أيوة، بس أنا تركته لما عرفت أنه في مضرة. الحمد لله، الله نجاك من الخطر. اللي متحسف له ان شداد كانت عقليته ممتازة وما يعرف شيء اسمه عاطفة. يا خسارة، كان شداد بمعنى الكلمة لكنه ضيع نفسه. تشوف الحين حصان خسران؟ يعني الواحد يطيح ويطيح حظه معه. ما هذا شداد اللي طول الوقت معك؟ معقولة؟ طول هالفترة في المستشفى ما تزوره ولا مرة واحدة؟ تراني زرته أنا وزايد واحد. كيف يعني؟ حد قالش إني أنا ما أعرف أتكلم؟ أكيد تعرف تتكلم، وأنت أحسن واحد تتكلم يا أبو قيصر. إذا سكت وخلينا أتكلم. إن شاء الله. أنا لو كان عندي وقت كنت زرته، لكن لو زرتوه سلموا عليه. طيب طيب طيب، تفضل طال عمرك. طلال استلم مهام عمله في الفرع؟ ايه استلم من يومين، كنت محتاج له هنا بس. هو كمان كان يتمنى انه يجلس معنا لاخر لحظة. ما عليه، بيرجع ان شاء الله. حتى الفرع هناك بعد محتاج واحد مثله. هذه الايام ما اشوف ابتسامتك الحلوه. لا طال عمرك، بس شويه صدع بسيط وبيروح. لا سلامتك، بس اتمنى ما يكون سبب هذا الصداع هو انتقال طلال. طلال؟ أنا سمعت إنه كان ناوي يتزوجك. يتزوجني؟ بس أنا أول مرة بسمع هذا الحكي، يعني إذا كان فيه ما راح أكون أنا آخر من يعلم. الناس ما عندها غير الإشاعات. أكيد إشاعات، يعني الموضوع أصلاً صعب يصير. تصدقي؟ مع أنه فعلاً تقدم طلب تصريح الزواج من الخارج، بس بعده ما ردوا عليه. تامر بالشيء طال عمرك؟ هذا الظرف ليش ما جمع البريد؟ جابوه لي من الشركة الصباح وخبروني أنه الشخص اللي سلم لهم الظرف ما يريد يعرف باسمه، بس أتصور أنه ظرف خاص.